صباح الخير. رعب كبير في العالم كله بسبب موضوع المرض الجديد جدر القرود. يا ترى جدر القرود ده فيه خطورة على أطفالنا وأهلنا في العالم العربي أو في كل دول العالم؟ وإيه اللي حصل بالظبط في إنجلترا وأوروبا؟ وإيه علاقته بالقرود؟ ويا ترى إيه أعراضه؟ وهل ليه تطعيم أو علاج؟ الحقيقة أجلت فيديوهات كتيرة عشان أعرض لكم الفيديو ده، لأن أنا عارف أهميته وعارف هو مهم قد إيه بالنسبة لكم. تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبات. لو حضراتكم بتشرفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو انتم مشتركين أنا حاسب مسؤولية جامدة تجاهكم، بمعنى ان انت يوم ما دوست اشتراك أو سبسكرايب أو انتساب في القناة وانضميت لينا أنا بقيت مسؤول قدام ربنا ببساطة بطريقة غير مباشرة على توعية حضرتك الصحية بمعلومات طبية من أوروبا ومن مستشفيات ألمانية ونشرات ألمانية بتجيني كل يوم. علشان كده دي مسؤوليتي، لما يظهر موضوع زي جدر القرود وكلكم بتسألوني عليه لازم اتكلم عنه. ايه حكاية جدر القرود ده؟ الحقيقة ان جدر القرود ده يفكرنا بمرض الجدري. مرض الجدري ده انتهى من العالم تقريبا سنة 80 وتطعيماته وقفت بأمر من منظمة الصحة العالمية لغاية تقريبا سنة 90-95 في معظم دول العالم، محدش اتطعم بعدها. فده نوع من انواع الجدري. الاعراض الاولية لمرض جدر القرود في أول 5-6 أيام حمى، صداع، ألم في العضلات، ألم في الظهر، يعني تشبه تقريبا أعراض الانفلونزا، معها تضخم بسيط في الغدد الليمفاوية. من اليوم السادس بقى لغاية اليوم الستاشر بيبتدي يظهر الطفح الجلدي. الطفح الجلدي ده بقى ليه طريقة وليه شكل، بيبدأ الأول في الوجه وبعد كده بيبتدي ينتشر في الجذع، يعني في الصدر والبطن كده، وبعد كده ممكن يوصل للإيدين والقدمين، أعضاء التناسلية والعين كمان. ولكن ليه تسلسل إزاي بيحصل مختلف عن الجدري، مختلف عن الحساسية، مختلف عن أي طفح جلدي؟ منظمة وكالة الأمن الصحي الإنجليزية اللي اختصارها UKHSA دي لخصتهم في 6 صور، تعالوا ناخدهم صورة صورة ونشوف. المرحلة الأولى البقع بتبقى فيه بقع حمراء، المرحلة الثانية البقع الحمراء دي بتبتدي تعمل زي دمل صغير كده وتمتلي بالصديد ويكبر شوية الطفح. المرحلة الثالثة يبتدي الطفح ده يوصل انه يبقى نتوء بارز. المرحلة الرابعة النتوء ده بيبقى حويصلة ويبتدي يطلع صديد، يفرز صديد. المرحلة الخامسة ان تعمل حفرة او قشرة. المرحلة السادسة ان القشرة دي تبتدي تروح، وده بياخد من بعد اليوم اللي هو 16 حوالي 7 أيام. يعني كده منظمة الصحة العالمية قالت لو اي مريض ثبت انه لا قدر الله عنده جدر القرود بالتحاليل، وهنعرف دلوقتي ازاي يثبت، لازم يتعزل 21 يوم علشان ما يعديش غيره، وهنعرف دلوقتي طرق العدوى. من ضمن الاعراض المهمة برضو اللي اثبتتها عالمة اوبئة اسمها أندريا ماكولم، دي عالمة إنجليزية بتبحث في الموضوع بالتفصيل، قالت إنها مؤلمة للغاية. وزي ما انتوا تعودتوا معايا في القناة أنا بحاول أجيب لكم كل المعلومات اللي من ألمانيا ومن إنجلترا في الموضوع، لأن زي ما بقول لكم دي مسؤولية عليا. ألم شديد جدا وحكة شديدة جدا بالذات أثناء مرحلة التقشر. ده يختلف بقى عن الجدر العادي أو الجدر الكاذب. إحنا لغاية النهاردة ممكن يجينا رش وطفل نقول عليه جدري كاذب، الى ان يثبت انه فعلا سمول بوكس او جدري ماء. بعد القشور دي بتسقط بقى الشخص بيبقى غير معدي لو ما عندوش اي اعراض تانية وتبقاش اي مشكلة. القصة بتاعت المرض باختصار، هو فيروس نشأ في افريقيا، والعجيب انه ابتدى يظهر ويزيد لما ابتدى يختفي الجدري العادي، لانه ابتدى يقل التطعيم زي ما قلنا. واول حالة قديمة قوي من سنة 70 في الكونغو الديمقراطية. ايه علاقته بالقرود بقى؟ الحقيقة ان القرود مش هي السبب الاساسي في وجود المرض، او مش ما هي الريزرفوار او المستودع بيستقر فيه الفيروس او بيجي منه الفيروس. امال ايه يا دكتور؟ بيجي من السناجب البرية، من الكلاب البرية اللي هي مجرحة جدا وعندها جروح في الغابات، مش الكلاب المنزلية، من الفيران والقوارض المنزلية ومن الخفافيش، دي المستودع. امال ايه علاقته بالقرود بقى؟ علاقته بالقرود ان لاول مرة سنة 1984 في معهد في كوبنهاجن عملوا دراسات وحطوا الفيروس جوه القرد عشان يشوفوه بالظبط
وشوفوا شكله، واول مره يشوفوا الفيروس كانت حيوانات التجارب ساعتها قرود، فنسبوه بالاسم للقرود، اسمه بالانجليزي مانكي باكس، اسمه بالالماني افن بوكن، لكن هو الحقيقه ليس له علاقه لا بالمانكي ولا بالافن. بعد كده بقى حصلت حالات كتيره، منهم في امريكا مثلا سنه 2003 اكتشفوا حالات في شيكاغو، كانت عدد من الحالات، واكتشفوا ان مصدر الحالات تاجر كان بيشتري الحيوانات البريه من غانا ومن افريقيا ويبيعها، وكان دايما يقولوا لنا ان المرض ده يا جماعه عشان يجي لازم الشخص يكون جاي من دوله افريقيه او مخالط لحد جاي من دوله افريقيه. المشكله بقى اللي رعب العالم دلوقتي ان معظم الحالات اللي اكتشفت في اسبانيا وانجلترا وفرنسا وكده ما كانتش في افريقيا، ما كانتش مخالطه لحد من افريقيا، ما كانتش مخالطه الحيوانات جايه من افريقيا. لغايه النهارده، لغايه اللحظه بسجل لكم الفيديو ده يوم 24 مايو 2022، لم يعرف المصدر الاساسي اللي نقل المرض لاوروبا وامريكا واستراليا. ازاي المرض بقى بينتقل؟ العدوى. المرض بينتقل من الحيوان للانسان عن طريق دماء الحيوان او اللعاب بتاع الحيوان او الافرازات بتاعت الجهاز التنفسي المصابة والمريضة للحيوان المصاب. طيب من الانسان بقى للانسان نفس القصة. الانسان لو اتقابل مع انسان وقرب منه قوي وجها لوجه وعنده المرض، او جايله بقى ينتقله من اللعاب بتاع الانسان التاني، او من الجهاز التنفسي، او من الصديد والقرح اللي احنا شايفين شكلها. على فكرة انا في صور كتيرة جدا ما حبيتش اعرضها لكم، لان في صور يعني موجودة دلوقتي على السوشيال ميديا صور قززة، وانا حبيت اجيب لكم صور بسيطة علمية تفهموا بيها المرض وفي نفس الوقت ما تتضايقوش. وعلى فكرة الفيديو ده لازم تنشروه، لان في ناس كتير جدا بتسألني عن موضوع، وده اول مرة اطلب منكم الطلب ده. تشخيص المرض بالنسبة للدكاترة اهم حاجة طبعا الطفح الجلدي والغدد الليمفاوية، اللي نقدر نقول ان ده كعرض ككشف سريري يعني انه ممكن يكون جدري قرود، ولكن لازم تتعمل تحاليل، والتحاليل ممكن يتعمل بي سي ار، ممكن يتعمل ميكروسكوب الكتروني، ممكن تتعمل طرق تانية. بناخد عينة من الصديد او من القرح ويتشاف تحت الميكروسكوب الالكتروني ويتشاف الفيروس نفسه. فترة الاعراض زي ما قلنا بتتراوح من 14 لـ21 يوم، ممكن كمان يجي في الاطفال، ولكن في نقطة مهمة، المرض مش خطير. لازم نفهم ان المرض مش خطير. ليه مش خطير؟ لانهم قالوا ان في التاريخ كله لغاية سنة 2003 كانوا حوالي 400 حالة بس اتوفوا منهم 40 حالة. هتقول لي ياه دي نسبة كبيرة 10%. لا لا لا، معظم ال 400 حالة كانوا في افريقيا، وكانوا ناس مناعتهم ضعيفة جدا وعندهم انيميا وعندهم ايدز وعندهم مشاكل، وطبعا الخدمة الطبية في افريقيا مش في المستوى العالي. ال 10% دي نسبة خادعة. دكتور ايه اخبار العلاج واللقاح؟ ثبت بنسبة 85% حتى الان ان جدري القرود لو الانسان متطعم ضد الجدري العادي، وفي اجيال كتيره بقول لكم لغايه التسعينات كانت ناس بتطعم، انا شخصيا متطعم ضد الجدري العادي، نسبه المناعه عاليه جدا. ولكن يستحسن، ومنظمه الصحه العالميه ماشيه دلوقتي مع دول العالم ان هيعملوا جرعه تنشيطيه، وتطعيم الجدري موجود، ويعني مش هياخد وقت كتير في تحضيره زي طبعا موضوع الكورونا وكمياته كبيره وموجود. انا اخلي بالي من ايه؟ لو انا مخالط لحيوان مثلا وليكن في الارض في الزرع، حمار، حصان، قطة، كلب، لو اتعور او مصاب بتاع ابعد عنه، ده طبيعي لو عنده اي جرح او عنده اي مرض او عنده اي التهاب ابعد عنه. احنا كاطباء وده في العالم كله حاليا لازم عشان نكشف على حد عنده اشتباه جدري قرود بنلبس كمامة، لانه بيقولنا انه بيتنقل عن طريق السائل التنفسي. مهم جدا المناعة النفسية. لو انت نفسيا قوي قول كده طول ما ربنا موجود مش هيحصل لي حاجة من جدري القرود. جملة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تبقوا زي الأسود وتبقى مناعتكم قوية نفسيا. القناة بتاعتنا يا جماعة اسمها طب وتنمية بشرية، مناعتك النفسية مهمة جدا إنك أنت تبقى ناجح صحيا في حياتك. طيب حاجة مهمة جدا برضو عليها دراسات، ومش هي السبب الرئيسي، في ناس كتير على المواقع بيقول لك هو ده السبب الرئيسي، لا، هما في بعض الحالات في اسبانيا وجدوا انه موجود عند الناس الشاذين جنسيا. لغايه دلوقتي مش عارفين هل ده بسبب ملامسه الجلد للجلد، ولا ملامسات جنسيه، ولا ملامسه الرذاذ العادي، لانه بيبقوا قريبين من بعض عادي خالص، فبتبقى طالع اللعاب، طالع السائل الانفي، طالع التنفس بتاعهم، النفس في النفس، زي ما احنا قلنا السبب بيبقى فيس تو فيس. ففي ادويه كتيره جدا مضاده للفيروسات، ودي نجحت في فيروس الجدري على فكره العادي، ولذلك ممكن تتاخد.
دي كانت فكره عن جدل القرود اللي جاني فيه اسئله كتيره. اطمنوا وما تخافوش، طول ما ربنا موجود ما تخافوش من جدل القرود. استني اسئلتكم ولايكاتكم. And I hope that you share this video everywhere. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.